الحمد لله دابا راه في صحة جيدة الحمد لله والشكر لله بدعوات المغاربة كاملين وبدعوات الفنانة وزيارتهم ليه اللي دعموه بديك الزيارة ووقفوا معاه شكرا بزاف ليهم وكنشكروا وزارة الثقافة حتى هي اللي وقفت معاه الحمد لله شكرا لكم بزاف بزاف والحمد لله دابا حميد راه بصحة جيدة. حميد نجاح كيف كيعرف الجميع كان مريض كانت عنده جلطة في الدماغ وكان طاح عليه النص ديالو ومن بعد ولا شوية المهم كيتمشى لكن ما كيتمشاش بزاف واحد الوقيته غير في الدار نيت طاح تهرس من الورك ديالو احنا ما عرفناش واش هرس داز تقريبا شي 8 ايام هزيناه للمصحة وداروا ليه التصويرة قالوا لنا راه مهرس وخصو يدير عملية بادرنا في هاد المسائل هادي من بعد 3 جوغ 4 جوغ لان تحيد لي واحد الدواء كنظن هذا هو السبب ما كاينش شي سبب اخر جاتو ثاني جلطه في الدماغ فعليها دخل الانعاش فقد ما بقاش كيعقل ودخل الانعاش واحد 3 جوغ من بعد ملي فاق قالوا لنا خصنا نديروا ليه ضروري العمليه يا يدير العمليه يا راه غتوقع مضاعفات اخرى وغنوليو في مسائل اخرى المهم دابا الحمد لله دار العمليه وخرج بخير وعلى خير والحمد لله والشكر لله كنشكركم كاملين كنشكر المغاربه كاملين اللي دعاو معاه وكنشكر الفنانه اللي جاوا ازروه ووقفوا معاه معنويا شكرا لهم بزاف بزاف كنشكر وزاره الثقافه اللي سولت عليه واللي دعماته شكرا لكم كاملين بارك الله فيكم شكرا صحتي الحمد لله الحمد لله بزاف هادشي كان كتقول فتحة ما فرحيش ولكن الحمد لله بخير بزاف يوم كل نهار يكون بخير شكرا بزاف ليكم أولا والله وطبيعة الحال الأسرة ديال حميد الصغيرة والكبيرة وخصوصا الصغيرة ديما داعمه وديما واقفة معاه والحمد لله احنا معاك يا حميد ما تخافش في جنبك ومعاك وما تخاف من حتى شي حاجة والمغاربة كلهم معاك شكرا وشكرا لهسبريس على مجيتكم وعلى سؤالكم عليه شكرا لكم كاملين ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس